نكمل الأمثلة الخاصة بشابتر 3. عندنا فريم، هذا الفريم اللي هو الـ ACE، هذا الفريم متكون من 3 members، الممبر ABC والممبر CDE والممبر DBF. هذا الفريم مسند من خلال pin connection بنقطة E ومن خلال roller connection بنقطة A. المطلوب نحسب الرياكشن بالبن سي بس وين؟ على الممبر سي دي اي. شنو معناته انه يقول الرياكشن بنقطة سي على الممبر سي دي اي؟ قلنا احنا نقطة سي مشتركة، فإذا نفرض السي اكس على الاي بي سي لليمين، من نجي نشتغل على السي دي اي راح يكون لليسار حتى تصير عندنا حالة توازن. وإذا نفرض السي واي على الـ ABC للأعلى، على السي دي إيش راح يكون؟ بنفس القيمة بس وين؟ للأسفل. هذا الفرق. هو يريد هاي الرياكشنز الأفقي والعمودي للبن سي على الممبر سي دي إي. طبعاً إحنا من السهل إنه إحنا نشتغل بالبداية على الفريم كله. إذا اشتغلنا على الفريم كله فعندي الرياكشن بنقطة E هو CE والـ EX والـ EY two reaction لأنه بن، وبنقطة A عندي فقط AX لأنه one reaction. فإذا نشتغل على الفري بودي دايجرام تلاحظ بنقطة E عندنا two reaction بن كونكشن، وبنقطة A عندي one reaction اللي هو نسميه هنا الـ NA لأنه عندي رولر. هذا الفري بودي دايجرام للفريم كله، وهنا أنا ماخذ الفري بودي دايجرام للممبر DBF. شوف بنقطة D عندي كونكشن بن كونكشن two reactions DX DY، وبنقطة B عندي ايضا عندي one reaction اللي هو bx و by two reaction bx و by واحد افقي واحد عمودي، ايضا pin connection، وعندي اللي هي الهوريزونتال فورس هاي الموجوده 300 نيوتن. بعدين رايح على الممبر ABC، تشوف هنا البي اكس هذا فارضه هنا لليمين، هنا وين مشتغل؟ مشتغل لليسار لانه هاي نقطه مشتركه بين ذول التو ممبرز. البي واي للاعلى هنا للاسفل، وهنا ظاهر عنده بعدين السي اكس فارضه لليمين والسي واي فارضه للاسفل، وعندنا 600 نيوتن ايضا للاسفل تشتغل موجوده على الفريم. هاي 600 نيوتن. الآن إذا نشتغل على الفري بودي دايجرام مالت الفريم كله وناخذ summation moment about E يساوي صفر، ونفرض العكس عقرب الساعة هو الموجب، فالـ NA يسوي لي عزم موجب وذراعة ثلاثة، NA في ثلاثة. الـ 300 هاي تسوي لي عزم سالب وذراعها أربعة ونص، ذراعها أربعة ونص لأنه عندي المسافة هاي واحد ونص وهنا ثلاثة يصير أربعة ونص. الستمية أيضا عزم سالب وذراعها أربعة طبعا يساوي صفر. تطلع قيمة الـ NA من هاي المعادلة 1250 نيوتن، إشارتها موجبة، إذن الاتجاه اللي فارضه أنا صحيح وهو لليمين. الآن إذا نشتغل على الممبر DBF، DBF هذا الممبر، وناخذ moment about D، البي واي راح تضيع
وتبقى عندنا فقط البي اكس وال 300 نيوتن. البي اكس يساوي عزم موجب ذراعها 1.5 وال 300 نيوتن عزم سالب وذراعها 3، فتطلع قيمة البي اكس 600 نيوتن. طبعا اتجاهها المفروض صحيح لأنه طلعت إشارتها موجبة. شوف الآن وين راح، وين راح؟ على المنبر اي بي هذا. صارت عندنا قيمة البي اكس معلومة، قيمة الان اي معلومة، الان اي البي اكس هنا على المنبر دي بي اف كانت لليمين صارت هنا لليسار مثل ما قلنا قيمتها 600 نيوتن. البي واي للأسفل، وهنا عند السي اكس والسي واي مع 600 نيوتن الأصلية. الآن أنا أريد أحسب قيمة السي اكس وقيمة السي واي. أقدر من خلال summation of of x أحسب قيمة السي اكس. فعند السي اكس زائد البي اكس ناقص الان اي يساوي صفر، تطلع قيمة السي اكس من معادلة summation of of x. الان اي ناقص 600 اللي هو البي اكس ناقص السي اكس يساوي صفر، طلعت قيمة السي اكس 650 نيوتن موجبة. إذن الاتجاه اللي فارضه أنا صحيح. الآن إذا أخذ summation moment about B، هنا أشتغل moment about B، هاي القوة تضيع لأنه خط تأثيرها يمر بالبي، السي اكس يضيع أيضا، هذول الاثنين هم أيضا ما يشتغلون، فتبقى عندي على هذا المنبر تبقى عندي السي واي طبعا عزمها سالب وتساوي صفر، ما وياها بعد قوه تساوي صفر. شوف هنا، هنا انت عندك ال 600، ال 600 600 نيوتن هاي قوه مسلطه. انت مخير هنا، شوف على ال على الـ على الـ الـ البن سي مسلطة، انت مخير اما تشغلها على المنبر اي بي سي ومن تجي تشتغل على المنبر اي دي سي بعد ما تاخذها بنظر الاعتبار، او تشغلها على هذا المنبر اي دي سي ومن تشتغل على المنبر اي بي سي بعد ما تاخذها بنظر الاعتبار. ولذلك شوف هنا، هو ما ماخذها بنظر الاعتبار، يعني هنا من مشتغل على المنبر A B C ال 600 الحمل المسلط الخارجي ال 600 ما ماخذه بنظر الاعتبار، فارضه شنو؟ فارضه يشتغل على ذاك المنبر المائل اللي هو ال CDE. الان شنو الفكره من هذا الحل؟ الفكره من هذا الحل انه انا اريد اعرف الرياكشن بنقطه C، فاذا اشتغلت على هذا المنبر، على هذا المنبر عندي كم رياكشن هنا؟ اثنين بنقطة C، اثنين بنقطة B، وواحد بنقطة A، يعني عندي خمسة. لو اخذ هذا المنبر مباشرة اشتغل عليه، كم معادلة عندي؟ عندي summation of of X، summation of of Y، وعندي summation moment، ثلاث معادلات، والرياكشن ايش قد؟ خمسة، ما اقدر احلهم. فأنا سويت، رحت على الفريم ككل، هذا حسبت الار الان اي هذا اللي هنا طار واحد، قد بقوا أربعة. رحت على المنبر دي بي اف، حسبت السي بي البي اكس هنا طار واحد، قد بقوا ثلاثة، وعندي ثلاث معادلات. اقدر انه اروح على هذا المنبر واحسبهم، وبالتالي اقدر احسب قيم السي اكس والسي واي وحسبتهم، وطلع واحد صفر وواحد قيمته 650 نيوتن، 650 نيوتن. بس ذولي هسه انا اللي طلعتهم، ذولي على المنبر اي بي سي. الان انا مطلوب من عندي وين؟ على المنبر سي دي اي، يعني نفس القيم بس مجرد اثبتهم على ذاك المنبر عكس الاتجاه، يعني السي اكس راح يصير لليسار والسي واي بعد طلع صفر، تريد تثبته تريد ما تثبته بكيفك راح يصير للاعلى. هذا هو
القصد من الـ الـ انه انت تطلع قيم دولي رياكشن على المنبر سي دي اي. السي اكس هنا فارضه لليسار يصير لليمين على المنبر سي دي اي، والسي واي قلنا طلع صفر فممكن انت تخليه او ما تخليه ماكو مشكله بعد. هنا عندنا هذا المثال اللي هو راح يصير بروبلم. البيم اي بي سي از لودد 500 نيوتن كابل نيوتن في المتر بنقطه اي اون 600 نيوتن فورس للاسفل. ذا بيم از كونكتد تو ذا ريس اوف ذا سيستم باي ا بين جوين ات بي. عندنا هنا بين اند رولر ات سي. ديترماين ذا ماجنيتيود of the reaction forces on the beam at the support. يريد الرياكشن بنقطة B اللي هو pin وبنقطة C اللي هو طبعا رولر. وهنا معطيك هو الانسر RX RC RPX RPY RPX RPY. هنا ايضا عندي هذا المثال determine the force P needed to force being needed to lift the load. اريد القوه بي اللازمه حتى ترفع هذا الحمل. Also determine the proper placement x of the hook for equilibrium. اريد المسافه x المناسبه حتى يصير عندنا حاله توازن. Neglect the weight of the beam مع اهمال وزن هذا البيم. نحسب القوه بي اللازمة لرفع هذا الحمل والمسافة X اللازمة للتوازن. وعندي هذا الهوم ورك أيضا. عندي uniform rod of length L and weight W. ما دام قايل uniform فمعناته W يشتغل بالنص. is supported on the smooth planes. هاي planes smooth فعندي فقط normal reactions. Determine the, its position theta for equilibrium. يريد theta حتى تصير عندنا حالة توازن. Neglect the thickness of the rod. اهمل سمك هذا الرود لطوله L. السطح هذا يميل بزاوية theta وهي الأفق. والسطح هذا يميل بزاوية هاي يسمونها بساي. هذا الرمز العفو هذا السطح يميل بزاوية فاي وهي الأفق. هاي فاي. وهذا السطح يميل بزاوية بساي. هاي الرمز هذا بساي. طبعا هذا الرود وهي الأفق يميل بزاوية ثيتا. ومعطينا أيضا الأنسر مالت السؤال. ايضا هذا الهوم ورك. هذا الفريم يريد بي الرياكشنز ب A و B و C ب A و B و C. طبعا هذا الفريم عليه هوريزونتال فورس 800 نيوتن وديستريبيوتد لود على هذا الضلع مقداره 20 نيوتن بير متر. وهنا ايضا منطينا الانسر مالت السؤال. مثال الهوم ورك الاخير determine the horizontal and vertical components of force at pin A and D. يجي بنقطة A وبنقطة D. وعندنا هذا الفريم. عندي هذا عندي بكرة شايلة 12 كيلو نيوتن وبعدين عندي حبل ملتف عليها ورايح على بكرة ثانية. رايد طبعا قلنا الرياكشنز بالبن A والرياكشنز بالبن D.